تفتكري بابا الله يرحمه لو كان عايش كان هيشجعك ولا كان هيعترض على انك انت بتمثلي؟ لا هو انت هو كان بتمثلتي بعد مشجع 12 سنة من وفاته اظن. اكتر 13 يعني، يمكن لو ما حسبناش مرة الجامعة اللي هي كانت بعدها ب5 سنين مثلا. لا احنا كده بنتكلم في انه 2020، احنا بنتكلم مثلا في 15 كان 16 هيكون سنة. موقفه ايه؟ هو ما كانش هيصدق. يعني هو كان بيحب شغله قوي وفخور بشغلانته قوي، ولما حد مثلا كان يهاجم ممثلة عشان حاجة جريئة وكذا، كان بيبقى عنده حالة انه يا جماعة ده الفن، دي الشغلانة ودي الأصول، وخلينا صادقين للآخر. فكان والدي عنده شغف حقيقي بتشوفيه ازاي كممثل انت؟ هو كان ممثل له قبول زي الأطفال، وكان عنده وعي وثقافة في انه ازاي يحول، يعني يحول دور يبدو بسيط الى له عمق نفسي، لان هو كان دايما يقول كل شخصية ليها مرض نفسي. فحتى لو جاله شخصية مثلا جوجولو بتاع ستات، يقول لك عنده نقص نرجسي، يطلع بيرسوناليتي تايب، شخصية نمط شخصي، يبرر او يقول الله يرحمه الله يرحمه. كان بيحب يعمل الحاجات لغاية آخرها قوي، كان دايما يقول لي اعملي الحاجة لآخرها، عيطي للآخر، صرخي للآخر، اكرهي للآخر، حبي للآخر، بس خليك حقيقي. بتشوفي انه خد حظه من الشهرة والنجومية؟ والله بالنسبة لموهبته، انا كنت شايفة ان هو كان اختار ان هو يختار الوسيط الاعلامي اللي بيرضيه ويرضي شغفه هو، اللي هو المسرح، واللي كان ساعتها معلهوش التركيز الاعلامي او ما بيتداولوش مقاطع زي دلوقتي على الانترنت وكذا. كان ساعتها اكبر حد فيهم كان عامل موقع، يعني ما كانش حد فيه انترنت وحاجات زي دلوقتي يعني. لكن هو شغفه الحقيقي لما كان بيتعارض مع تصوير فيلم او مسرح او فيديو، كان بيبدي المسرح، يقول لك ده كرو كامل هيقف عشان واحد هيعمل حاجه، فاكيد انا مش هوقفهم عشان انا عندي حاجه. فكان اختياره ومتعته ومملكته اللي كان بيحس بانه سعيد فيها، فخلاص هو اختار الوسيط ده. لكن برضو لما كان بيقدر كان بيحب يعمل سينما، كان بيحب يعمل فيديو، وكان له اعمال محببه معينه طبعا هي قريبه كمان من قلبه، فده باين. يعني هو كان فخور قوي بشغله مع عاطف الطيب الله يرحمه، استاذ عاطف الطيب، كان فخور قوي بشغله في المراكبي مع استاذ صلاح السعدني، كان بيحب مسلسل اسمه الفجاله، كان مع الشريف منير واستاذ رشوان توفيق، كان له اعمال، كان على بلاطه، كان يقول لي انا سعيد اني من الممثلين القليلين اللي محمد صبحي اخرج لهم، زي فنانه الله يرحمها العظيمه سناء جميل، هو عمل على بلاطه هو وسناء، الفنانه سناء يونس الله يرحمها، واستاذه صابرين، ناس كتير. فكان طفل يجي يحكي المسرحيه، ولما حد يكلمه في التليفون يقول احنا بنعمل الفكره الفلانيه، وبشغف في الطفل بيحكي، فهو انبسط. فاهمني؟ هو عاش اللي بيحبه. ففكره خد حظه من الشهره او من الفلوس مش هتفرق، هو يعني زي رباعيه بتاع صلاح جاهين، بس هو خد حظ كمان كبير من حب وخد الناس. حب من الناس. ده حقيقي. انا ما فيش حد بيقابلني لا انا كنت احبه جدا والله، كان انسان جميل وانسان رائع على المستوى الانساني كمان الحقيقه.